عودة لحضراتكم ونخدنا الراديو المميز كريم رمزي مدير تحرير يلا كورة. والحقيقة دايما كريم بيبقى عنده أخبار جديدة ودايما بستمتع معاه الحقيقة بكل التفاصيل وما يحدث على الساحة الرياضية في هذه الفترة. والحقيقة عندنا أحداث كثيرة النهاردة وخلينا نرحب بيه في البداية وبعدين نروح لكل أخبارنا النهاردة. كريم أهلا بيك معايا وسعيد بوجودك معايا النهاردة. أهلا بيك يا أشرف، دايما ببقى سعيد أنا معاك. ربنا يخليك. خلينا في البداية، يعني مش عايز أدخل في المشاكل على طول، خلينا نتكلم على مش عايز اقول انجاز كمان، ولكن يعني النادي الاهلي ونادي الزمالك من الانديه الكبيره جدا في مصر في الوطن العربي، وبالتالي وصولهم شيء طبيعي وحصولهم على البطولات الكبيره سواء دوري الابطال او كاس الكونفدراليه امر طبيعي. ولكن واضح ان في اداء كمان، يعني النادي الاهلي استمتعنا بادائه اول امبارح مع او امام الترجي، نادي الزمالك امبارح امام الصفاقيسي كمان ادى اداء مميز جدا، وفي انسجام واضح جدا في حتى اللاعبين الجدد اللي انضموا للاهلي والزمالك. صحيح. بص احقاقا الحق، يعني انا شايف انه لو اتكلمنا عن الزمالك والاهلي تحديدا، الزمالك واضح جدا انه فارق بشكل كويس قوي في البطوله الافريقيه، واضح انه مستواه مختلف تماما عن اي سنين قبل كده. راجل او نادي بيوصل للسيمي فاينال لاول مره في بطوله افريقيا من 10 سنين، اخر مره كان في 2005، فده انجاز اتصور يحسب للجيل الحالي لعيبه نادي الزمالك، وليس تقليلا من انه 10 سنين للزمالك لا عوضوهم الجيل الحالي ان هم يقدروا يوصلوا للسيمي فاينال، وانا اتصور انه هيخلص 15 نقطه على الاقل. يعني الزمالك ماشي بخطى بتقول انه منافس قوي وهو المرشح الاول للفوز بالبطوله. نيجي عند النادي الاهلي، الاهلي مر في بطولات افريقيا او السنه دي بظروف صعبه شويه، جريده كان عنده مشاكل، خرج من دوري ابطال افريقيا، دخل فتح مبروك، ابتدى الاهلي فوق شويه في الكونفدراليه. اتصور انه الاهلي مستواه تصاعدي، لو الزمالك ثابت على مستوى جيد فالاهلي مستواه تصاعدي، عشان كده كل الناس بتتوقع انه النهائي يكون بين الاهلي والزمالك، وانا اظن ان المجموعتين هيخلصوا الزمالك في الاول في المركز الاول والاهلي في المركز الاول، وبالتالي عندهم فرصه ان هم يلعبوا النهائي. انا شايف ان ممكن يعني المباراه القادمه الاهلي امام الملعب المالي، ممكن الاهلي يعني مش هيبقى فيها حسابات. شايف ان ممكن الاهلي والزمالك ما يلعبوش على حسابات انه ما يواجهوش بعض على الاقل في سيمي فاينال. بص اللي قاله امبارح الكاف او اللي معلن عنه حتى من فتره، بس امبارح اكدوا الكاف انه المركز الاول في المجموعه الثانيه اللي هو في الغالب هيبقى الزمالك، ده هو اللي هيلعب الاياب بتاع النهائي على ملعبه، وكل الفرق بتدور على الفكره دي. الاهلي لو فكر انه يلعب على المركز الثاني فهو هيلعب على المركز الثاني مش عشان يواجه الزمالك بس، عشان هو لما يكسب الاول في المجموعه الثانيه يقدر يلعب ماتش الاياب على ملعبه زي ما هيحصل في المجموعه الثانيه. فهو دي ممكن الحسابات الصعبه، بس انا ما اظنش برده ان الاهلي هيروح يقول للعيبه بتاعته احنا عايزين ننزل نخسر من الملعب عشان ناخد المركز الثاني، وبالتالي لو لعبنا السيمي فاينال والفاينال نقدر نلعب الاياب على ملعبنا. طيب عايز اخدك في شويه في النادي الاهلي، وشايف موقف مجلس اداره النادي الاهلي الحالي من كابتن فتحي مبروك، شايف بالارقام بالحسابات بالاداء المميز للنادي الاهلي والنتائج الجيده الفتره اللي فاتت، شايف النادي الاهلي متاخر شويه في اتخاذ القرار بالتجديد كابتن فتحي، ولا شايف انه في بعض الاصوات بتنادي انه كابتن فتحي مبروك ما يبقاش موجود الفتره الجايه يبقى في مدير فني اجنبي للنادي الاهلي؟ بص الاهلي عنده لحد ماتش الملعب المالي وهيبقى عنده فتره توقف كويسه، عنده حاجه من الاثنين، يا يحسم فيها التجديد لفتحي مبروك يا اما يجيب مدير فني اجنبي. واكلمك بصراحه، في اتجاه دلوقتي في مجلس اداره الاهلي الابقاء على فتحي مبروك، ولكن انا قلقان من حاجه مهمه جدا، انه فتحي مبروك طول الوقت على كف عفريت، طول الوقت يقعد يمشي يقعد يمشي، اخاف يبدا الموسم يخسر ماتش او اتنين ويجي الاهلي يروح ممشيه ويجيب مدير فني اجنبي. فانا شايف ان مجلس اداره الاهلي لازم يكون حاسم وحازم في الفتره ديت اتخاذ القرار ده، يا اما يا اما يبكي على فتح مبروك ويمضي عقد عشان مفيش عقد دلوقتي بين الاهلي وفتح مبروك، يقعد معاه على الاقل موسم واحد، يا اما يجيب مدير فني اجنبي ويشكر فتح مبروك الراجل اللي دايما بيقف جنب الاهلي في الاوقات الصعبه ودايما بينجح في الاوقات الصعبه اللي بيمسك. يعني الحقيقه لو اتكلمنا بالارقام كريم، يعني بطوله الدوري مثلا النادي الاهلي 14 مباراه فاز في 10، تعادل في 3 وخسر مباراه واحده، في يعني انهى البطوله في الترتيب الثاني، واعتقد انه كان في صعوبه جدا انه يلحق نادي الزمالك المنافس التقليدي بعد عدد مباريات الخساره مع جريدو. في الكونفدراليه 7 لقاءات 4 فوز وتعادل و2 خساره، ووصل للسيمي فاينال. في كاس مصر لعب مباراتين وفاز في اللقاءين، وفي اداء مميز، يعني بغض النظر كمان عن الارقام اعتقد في اداء كمان جيد. هقول لك الجماهير بتاعت الاهلي خايفه من ايه؟ من الكابتن فتحي مبروك. الجماهير الاهلي او المنتقده فكره ان الكابتن فتحي مبروك يقعد، هم بيقول لك انه في مشاكل كتيره بتحصل بين اللاعبين في التيم. شفنا مشكله حسام غالي، شفنا المشكله بتاعت عماد متعب، شفنا امبارح المشكله او قبل امبارح المشكله بتاعت مؤمن زكريا.
فهو كل شويه يقولوا ان كابتن فتحي مبروك مش قادر يفرض شخصيته على الفريق، ما بيتكلموش عن الكابتن فتحي مبروك فنيا. وانا اظن دي مش مشكله كابتن فتحي مبروك، دي مشكله اداره النادي، دي مشكله ان ما فيش مدير كوره قوي في الفريق. لو دوت اتحصل، لو الاداره يعني ابتدت تحط عقوبات قويه على اللاعبين، لو بقى في مدير كوره صارم وحازم، اظن ان فتحي مبروك يقدر يكمل وبنجاح. يعني شايف انه لو النادي الاهلي الفتره اللي جايه قدر ينتهي من المشكله الاداريه اللي موجوده، لانه بالفعل في مشكله اداريه داخل النادي الاهلي، ممكن لو تواجد كابتن فتحي مبروك الفتره اللي جايه يتمنع شويه المشاكل اللي موجوده دلوقتي ولا لا؟ لا لا، كابتن فتحي مبروك لو فضل في زي الاداره الحاليه ومفيش مدير كره قوي، يبقى كابتن فتحي مبروك هيعاني الفتره اللي جايه، وزي ما بقول لك في اي لحظه كابتن فتحي مبروك واداره الاهلي ممكن تمشي. طيب كريم، تخلينا ناخد الاستاذ كارم الجعيري رئيس الجاليه المصريه في صفاقس من تونس، ونتعرف منه على اللي حصل، لانه مهم جدا الحقيقه اننا نتعرف اكتر على ما حدث في تونس من الجمهور، لانه الحقيقه الفتره اللي جايه احنا محتاجين هدوء في الشارع الرياضي المصري. بنتكلم والفترة اللي فاتت على تواجد الجمهور الفترة أو الموسم القادم، مش محتاجين مشاكل تحصل عندنا في مصر، وكمان مش محتاجين مشاكل تحصل في الخارج، لأنه بيدي انطباع سيء جدا عن المصريين. أستاذ كارم مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ كله بخير الحمد لله. أهلا بيك يا فندم. كارم الجعيدي يا فندم مش الجعيري، الجعيدي. معلش يا فندم، عفوا. أستاذ كارم الجعيدي رئيس الجالية المصرية في صفاقس بتونس. يعني يا فندم عايز أتعرف بس من حضرتك على ما حدث، وهل فعلا كان في تطاول من وخروج عن النص من القلة أو عدد الجمهور اللي كان موجود في مدرج أو مباراة الزمالك أمام صفاقس امبارح، وهل كان فعلا في شتيمة لمصر والمصريين والسيد الرئيس، ما حدث تماما؟ عايزين حضرتك تحكوا لنا علشان نتعرف اكتر على ما يحدث من الجمهور المصري لما يخرج لتشجيع الفرق المصريه في الخارج. ابدا ما كانش في اي تطاول على الدوله ولا على رئيس الجمهوريه ولا على الجيش، كان كل التطاول فعلا واكيد كان على الاستاذ مرتضي منصور. هو ده كان كل سببهم عليه وردهم عليه ويدعوا للشهيد ويعطين ظهرهم للملعب يعني فعلا انا شفت الفيديو اللي كان موجود واتفرجت عليه، وشفت شفته صوت وصوره، والحقيقه ما كانش فيه اي تطاول على الدوله ولا سياده الرئيس. يمكن كانت كل الشتيمه في المشرر مرتضى منصور والاستاذ احمد مرتضى. اتفضل استاذ كارم. احنا لو كان في اي تطاول على الرئيس او على الدوله، لان احنا من محبيه اولا، كنا سيبنا احنا الاستاذ ومشينا وسيبناهم لوحدهم. ما احنا فضلنا، لكن بقى هو في رئيس ناديهم مع الاسف. هو استاذ كارم الحقيقه يعني يمكن الاستاذ احمد مرتضى كان معايا في مداخله من شويه، وقال انه يعني ما حدث او التطاول على الدوله وسياده الرئيس كان يمكن في الطياره، وكان في اماكن اخرى غير الملعب. يعني الحقيقه انا ما شفتش، ومش عايز اقول حاجه انا ما شفتهاش ولا سمعتها. في الملعب ما كانش في اكثر من سباب للاستاذ احمد مرتضى قدامي فعلا، والوالده والبعض اللعيبه باسمائهم. اما تطول حضرتك استاذ كارم اتكلمت معاهم يعني، او كنت قريب منهم؟ عرفت طبعا جنبهم، لان انا هنا كان فينا مجموعه من العمال المصريين اللي بيشتغلوا هنا بقالهم سنين وداخلين فرحانين بناديهم اللي جاي. طبعا نادي من مصر وجاي جنب بيتنا يتسمى هنا، احنا عايشين طبعا في طبعا طبعا كلنا فرحانين وداخلين الاستاد فرحانين بيهم. اما مع الاسف هم عكروا علينا الصف النهار، لانهم خدوا واحد مننا طبعا بداعي انه ارهابي وانه جاي معاهم. هو هنا بقاله 6 سنين ولا ما يعرفش اي حاجه، كل الحكايه اللي مصبورهم. ده اسمه ايه يا استاذ كارم؟ الو، اسمه ايه يا استاذ كارم؟ اسم مين؟ اللي اتقبض عليه وهو اصلا بيعمل في تونس؟ بيعمل في تونس، هو الحمد لله خرج يعني الحمد لله. طيب استاذ كريم معلش انا عندي فاصل، معلش مضطر اخرج، ولكن انا عايز اعرفك تاني مره معايا مره تانية علشان نوضح بس الامور للشعب المصري للجمهور المصري. خليني ارجع اروح لفاصل وارجع اكمل مع نقيبنا الرياضي الكبير الاستاذ كريم رمزي. عودة لحضراتكم ونقيب الرياضي المميز كريم رمزي مدير تحرير يلا كوره. ويمكن الحقيقه كان تصريحات مهمه برضو الاستاذ كارم الجعيدي رئيس الجاليه المصريه في تونس، ويمكن الحقيقه كان معايا زي ما بقول له استاذ كريم انه استاذ احمد مرتضى منصور، وبيقول انه سمع انه الناس شتمت في الدوله وشتمت في سياده الرئيس، ولكن فعلا كميه الشتائم اللي انا سمعتها وشفتها في الفيديو متوجهه كلها لسياده المستشار النهارده احمد مرتضى منصور بيقول ان الجماهير ما شتمتش الدوله في المدرجات. امبارح مرتضى منصور واحمد مرتضى منصور كان كل كلامهم على
ان الجماهير كانت بتشتم في المدرجات الدوله المصريه وقيادات الدوله المصريه بما في ذلك وزاره الداخليه. عشان كده حتى مرتضى منصور طالب وزير الداخليه انه يقبض على الشباب دول اول ما يوصلوا القاهره، عشان هم حسب كلامه شتموا الدوله، مش عشان شتموا مرتضى منصور او لعيبه نادي الزمالك. تمام، زي ما استاذ كريم اتكلم، هو بالفعل الجماهير امبارح كانت بتشتم مرتضى منصور واللاعبين، بس عايز اقول لك انه ده بيحصل يعني حتى امبارح بالمناسبه، يعني جماهير الصفاقس كانت بتشتم في اداره ناديها والجهاز الفني واللاعبين عشان سوء النتائج. ولكن ليه يعني انا شايف اولا خروج عن النص. لا طبعا انا مش بقول ده صح، انا بقصد اقول لك انه كل جماهير الكوره في الجماهير ريال مدريد شتمت في شتمت في جوزيه مورينيو، يعني حاجه وارده ولكن الحقيقه مرفوضه. طبعا مرفوضه جدا. طب خلينا نكمل كلامنا مع الاستاذ كارم. استاذ كارم معلش بقى، كان عندنا فاصل كده. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. طيب يا فندم، يعني احنا توصلنا كده، والحقيقه يعني الاستاذ احمد مرتضى منصور تصريحاته برضو معايا انه ما كانش فيه شتيمه للدوله ولا سياده الرئيس في المدرج، كان هو سمع من الجاليه الاعلاميه اللي كانت متواجده هناك انه بعض الجماهير شتمت في الدوله وفي سياده الرئيس، ولكن مش في الملعب المباراه. ما حد المباراه ما كانش في اي خروج، كان في الخروج اللي مع النص هو استباب لرئيس النادي فقط لا غير. طيب حضرتك شايف يعني ليه اللي حصل ده، بما ان حضرتك كنت متواجد معاهم ووسطهم، يعني كان السبب ايه؟ هل كان في يعني متعصبين مثلا من حاجه، او في نرفزه من الامن التونسي من مجلس اداره نادي الزمالك؟ الامن التونسي محترم جدا وتعامل معاهم بكل شياكه، ولكن هم تقريبا في عندهم تعصب بال20 شهيد بتاعهم، هم ده كان كل اللي حسيته انا. وهم كانوا طبعا بما انهم ممنوعين من حضور الجماهير في مصر، فهم الطاقه اللي هي عندهم عايزين يوصلوا رسالتهم، يا شهيد يا شهيد يا شهيد. يعني يوصلوا رساله الشهيد فقط لا غير. هل حدث شيء تاني قدام حضرتك يعني ما نعرفوش، في اي تجاوزات حصلت تاني؟ الولد اللي حضرتك او الشاب اللي حضرتك قلت عليه انه شاب مصري ولكن بيعيش في تونس من 6 سنين وجواز سفره كان منتهي، هل تم الاخلاء عنه ولا لسه في؟ تم الافراج عنه وتم اخلاء وجواز اخلاء طرفه. النهارده من الشرطه الحمد لله. ولكن هو اللي كان مؤسف في الموضوع ان اللي هو بتاع الامن بتاع نادي الزمالك اللي جمعهم اللي هو السكري، ان هو اللي خدهم من على البوابه وسلمه للامن المصري، الامن التونسي، يعني الامن التونسي ما كلموش، وهو اللي قال لهم لا ده باسبوره منتهي وصوره بالتليفون بتاعه والولد ده مخالف وده ارهابي. يا ست اللي هو ده مواطن مصري عايش هنا بقاله سنين، دخلت هو حصل منه تجاوز يا استاذ كريم؟ ده يا بيه ده مش عايز اتكلم في حق الواد، لانه يعني خجول فوق ما تتخيل، يعني هو يعني صوته ما بيطلعش. هو لقى التيشيرت مكتوب، التيشيرت بتاعه مكتوب عليه يوم جميل، فخده بقى من هنا ان هو صيده بقى وهيعمل عليه شغل كبير بس مع الاسف الشديد يعني. ورحت له قلت له يا ست اللي هو انت ظلمت الولد ده، والولد ده مواطن مصري عايش هنا بسيط. قال لي طب ما انا كده حطيته على الطريق الصحيح عشان يصلح باسبوره ويروح. قلت له انا عشان اصلح باسبوره منتهي بقى له 3 شهور تروحه مصر مطرحين؟ ده طبعا مش منطق. الحمد لله ان حياتك يعني زياده للاوتيل. قلت له يا هاني بيه. قال لي انا مش هعمل له حاجه. اسماعيل يوسف كابتن اسماعيل، كابتن اسماعيل قال لي لا 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 انا مش هتصل بحد، مش هعمل له حاجه. الوحيد اللي صحيح كلمني يعني صراحه باسلوب طيب، هو ما عمليش حاجه ولكن اكرمني حتى باللغه، اللي هو الكابتن الاستاذ احمد منصور حقيقي يعني. احمد مرتضى منصور. ايوه يعني حاول يساعد ولكن ما قدرش، لكن الحمد لله دخلت السفاره النهارده، كسرت القنصل اتدخل مع الامن التونسي وافرجوا عنه والحمد لله. الحمد لله. يعني بنتمنى ان شاء الله ان الامور دي ما تحصلش تاني، لانها بتعمل ازمه خارجيه وداخليه الحقيقه يا استاذ كريم. بصراحه الناس اللي في الخارج ما يعني رايحين فرحانين بالزمالك انه جاي اكيد، وكانوا قبل منها بيوم في الفراد يعني في نفس هم يعني 280 كيلو عشان يتفرجوا على ماتشين في 24 ساعه للاهلي عليهم وتعب، لان فرحانين بناديهم وبفرقهم وبفرقهم المصريه وكده. يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، ولكن احنا يعني انا بعتذر لحضرتك من هنا من برنامجنا لكل الجاليه المصريه في تونس بسبب طبعا الاحداث اللي حصلت، وان شاء الله نتمنى ان ما يكونش حصل ليهم اي شيء سلبي او اي مشاكل باذن الله الفتره اللي جايه. بشكرك استاذ كريم، بشكرك استاذ كريم الجعيدي طبعا رئيس الجاليه المصريه في تونس. والتجاوز مرفوض جدا في كل مكان استاذ كريم. مؤسف جدا انه يكون في حد مصري
ويكون مسؤول نادي الزمالك هم اللي بيسلموه للأمن التونسي بدل ما احنا نساعد بعض ونقف جنب بعض في مكان فيه غربة. لا احنا اللي بنسلمه واحنا بنقول ان هو ارهابي. استاذ كامل انا كنت بتكلم معاه النهارده بالمناسبة وقال لي على انه اتكلم مع فعلا مع هاني زاد عضو مجلس إدارة الزمالك وهو اللي راح للأمن وقال ان هو الولد دوت ارهابي وراح اتكلم مع اسماعيل يوسف واسماعيل يوسف طلب منه انه يكتب ورقه يقول انه كان الناس دي بتشتم القيادات السياسيه عشان يسيبوه ويخلص يعني يقول ان الجماهير اللي بتشتم القيادات السياسيه عشان يسيبوه. كان في سوء فهم مثلا انه الولد ده من ضمن الناس اللي بتشتم لانه كان في ضغط واضح انه كان في يعني حتى الفيديوهات اللي شفناها او عرضناها كان في ضغط على على البعثه هناك لنادي الزمالك شتيمه كتيره جدا. أوكي بص مهما كانت الشتيمه وقلنا ان هو مرفوض اللي حصل امبارح والتصريحات اللي طلعت امبارح دي بتقول ان احنا قدام فوضى وقدام مشكله كبيره جدا كان ممكن تحصل. ايه المشكله الكبيره؟ انه اتقال ده حتى في خبر صحفي انا قريته بيقول لك انه الجماهير كانت بتشتم والامن التونسي بيقول يا جماعه ما تشتموش مصر دي ام الدنيا. لا الكلام ده ما حصلش واضح حتى ان الخبر مسرب بطريقه غلط واضح انه كان لازم يهيئ للراي العام المصري ان الجماهير دي كانت بتشتم في رئيس الدوله وبتشتم في الدوله وده ما كانش مظبوط. ده النتائج هتبقى ايه؟ نتائجه فتنه كبيره جدا كان ممكن تحصل مشكله كبيره كان ممكن الاولاد دول يتقبض عليهم حتى لو احنا رفضنا كل تصرفاتهم بس هم ما يستحقش يتقبض عليهم. بحسب كلام استاذ كامل انا كنت بتكلم معاه بقول لك قال لي انه الولاد دول ما عملوش اي مشكله لا بره الاستاد ولا جوه الاستاد ما عملوش اي مشكله خالص حتى ادواتهم لما اتاخدت منهم من الامن التونسي وهم خارجين خدوها من مدير الامن التونسي ما فيش اي مشكله. انا شخصيا برفض كتير من تصرفات رابط الالترس بس اللي حصل امبارح كان ممكن يعمل ناس ممكن تحصل لها اصابات كان ممكن ناس يتقبض عليها وزن كان ممكن لما نيجي مصر هنا وده اللي انا خايف منه الفتره الجايه الفتنه اكبر. طب هو احنا ايه المانع استاذ كريم انه يبقى فيه التزام يعني يعني على الاقل خارج يعني خارج مصر مثلا ما يبقاش فيه التجاوز ده ما يبقاش فيه شتيمه لرئيس نادي الزمالك ما يبقاش فيه شتيمه لاعضاء مجلس الاداره ما فيش شتيمه للاعبين اللي حققوا بطوله يعني صحيح. انا مش عايز الحقيقه اتجنى على ولكن انا برفض تماما المجموعه دي من الروابط المجموعه دي اللي دايما بتثير الفتنه المجموعه اللي دايما بتعمل مشاكل المجموعه اللي دايما بتخلي شكلنا وحش خارج الوطن وانت شفت قبل كده برضو في مباراه اهلي ومباراه زمالك حصل نفس الموضوع فبالتالي يعني ليه الخروج على النص واحنا بنتكلم في عوده جماهير طيب. الموسم القادم هسألك سؤال ظريف طبعا كمان انت قلت على فكره كله عندك حق فيه 100% بس انا دلوقتي حبيت اوجه نصيحه لاشرف وعندي ولد تاني عنده 8 سنين اني واحد هتبقى النصيحه بالنسبه له افضل حضرتك والولد اللي عنده 8 سنين اكيد حضرتك أكيد. ده نفس اللي بيحصل دلوقتي رئيس نادي الزمالك ومسؤول نادي الزمالك اكبر مقاما وسنا ومسؤوليه من الشباب اللي موجودين في نادي الزمالك وبالتالي حتى لو الشباب دول غلطوا فما ينفعش المسؤولين الكبار اللي عندهم مسؤوليه اللي سنهم كبار اللي صوتهم مسموع اكبر اللي عندهم وسائل اعلاميه ممكن يتكلموا منها يعملوا هم المشكله ويعملوا فتنه من لا شيء وما فيش اصلا قضيه ممكن نحصل عليها كلها. كام رئيس نادي اتشتم في المدرجات كام لعيب اتشتم في المدرجات وبنرجع تاني ونقول اصل يا جماعه لازم نرجع للمسؤوليه للمسؤول المسؤوليه للمسؤول الجماهير مسؤوليتهم ما ينفعش ما تبقاش مترجعه يعني ما اقدرش اقول لك ايه الجمهور لازم يبقى مسؤول والا هحاسبه 1 2 3 4 لا ما تقدرش تحاسبه 1 2 3 4 لو عمل حاجه خارجه عن القانون تمسكه وتحطه في السجن لكن المسؤول اللي الكلمه محسوبه عليه لازم يكون عارف رايحه فين وجايه منين ما ينفعش اطلع اقول ده الناس دي شتمت الدوله دي موضوع كبير ده فتنه كبيره طبعا. يعني لازم يبقى في تحقيقات وفي مساءلات قانونيه لدلائل على الكلام دوت. انا دلوقتي قلت لك مثلا انه فلان الفلان او الراجل اللي كان بيتكلم استاذ كريم قال لك حصل كذا 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 ممكن يديك دلائل ممكن يديك فيديوهات ان الجماهير مثلا ما كانتش بتشتم الدوله هل في المقابل الناس اللي طلعت قالت ان الجماهير دي كانت بتشتم معاهم دليل لا معاهمش دليل لا والحقيقه وانا قلت في بدايه البرنامج ان ما كانش فيه ده وانا شفت الفيديوهات بنفسي ما كانش فيها اي تجاوز او شتيمه للدوله اذا هم عليهم مسؤوليه عليهم مسؤوليه اسمها اثاره الفتنه اثاره الفتنه دي لازم يكون الدوله تحاسب حاجه زي كده حتى لو انا ما روحتش قضيه اللي طلع قال الكلام دوت لازم يكون الدوله مسؤوله وتقول للراجل دوت تعالى انت كنت ممكن تعمل اثاره للفتنه في البلد وتعمل مشكله كبيره طيب. يعني انا برضو مصر على يعني طبعا خلاص احنا اطمننا على الاهلي وزمالك وان شاء الله هكلمك في سموحه دلوقتي يعني رغم الحقيقه حزننا الشديد انه خرجوا من البطوله ولكن مهم جدا نتكلم على مستقبل الرياضه المصريه الفتره الجايه لانه الجمهور جزء كبير جدا وهام جدا في كره القدم هو حياه كره القدم وبالتالي حدوث المشاكل دي وحاله الاحتقان اللي موجوده بين مجلس اداره نادي الاهلي ونادي الزمالك بالتاكيد هي اللي بتوصل او بتوصل المعلومه دي للجمهور اللي بيعمل المشاكل دي. شايف الحل ايه؟ يعني انا شايف تدخل اكبر
راس في المنظومه الرياضيه، السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. شفنا قبل كده المهندس ابراهيم محلب برضو تدخل في الحل او طرف الحل. تمام. يعني هنروح فين تاني؟ حلو، احنا عندنا المنظومه اللي احنا مشكلتنا في الكوره ايه؟ تمام. الجماهير وادارات الانديه، هو دول المشكله القائمه دلوقتي. لو حلينا المشكله بين الاثنين خلاص الموضوع. احنا كان عندنا مشكله بين الجمهور والامن بالظبط، خلاص لا دي تخطيناها، انا اظن ان احنا تخطيناها. فدلوقتي انت مثلا عندك بيان التراس اهلاوي، كانوا طالعين بيان من حوالي 3-4 اسابيع وقالوا فيه ان احنا مستعدين نقعد مع الامن ونشوف الطرق والوسائل اللي خلينا نرجع للمدرجات تاني. تمام. فده خيط كويس، ممكن كدوله نمسك خطوه ايجابيه جدا. نمسك في الخيط دوت ونبدا نقعد مع الناس دي ونشوف ازاي نحط القواعد والنظم اللي تدخل الجماهير دي المدرجات وباتفاقات. كلنا متعاطفين مع ده يا استاذ كريم، لان مهم جدا، عاوز الجماهير. مفيش كوره في الدنيا او في العالم اكيد جمهور يعني. اكيد اكيد، زي احنا دايما المسرحيه الناس يعني عشان تمثل لازم الناس تضحك على المسرح. يبقى في اداء طبعا. وبالتالي عندك القصه بتاعت الوايت نايتس. الوايت نايتس مشكله مع الاداره. السؤال دلوقتي، هل في ظل الادارات اللي مش مسؤوله اللي احنا شايفينهم في بعض الانديه، هل نقدر ناخد الريسك والمخاطره ونرجع الجماهير المدرجات؟ لا، لو عملنا القصه ديت مهما عملنا قواعد ومهما عملنا نظم، احنا كده بنقول للجماهير ديت انتوا جوه اتون النار، ويلا روحوا قتلوا في بعض زي ونكرر كارثه البورسعيد وكارثه الدفاع الجوي تاني. لازم نحط نظم وقواعد لادارات الانديه والتصريحات التصريحات الاعلاميه اللي بتطلع واثاره الفتن اللي بتصريحات ومستفزه ومتعصبه و و و عشان قبل ما اسال الجمهور اللي ممكن يبقى عنده 8 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين، لا اسال الراجل البالغ اللي عنده 50 و60 سنه واللي مسؤول، اقول له تمشي ازاي، وبعدين اروح للراجل الصغير ده اقول له انا بضم مسيته لصوتك. وكمان يعني اسمح لي اضيف الخطاب الاعلامي كمان مهم جدا الفتره اللي جايه، لانه له دور وتاثير كبير جدا على الشارع المصري. خلينا نروح لموقع يلا كوره مع الاستاذ هاني عز الدين ناقد رياضي، موقع يلا كوره مع زميلي سامح الفيومي، ونتعرف على اطلاله في صحافه بكره من موقع يلا كوره. مساء الخير يا سامح. اديني الناقد الرياضي يلا كوره لرابع مره. سامح اتفضل. سامح انت معايا على الهوا، اتفضل. نعيش، واضح ان في ديلي في واضح ان في. اقول لك عبد الله السلامه، اولا تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الرياضه ولضيفك العزيز استاذ كريم، يعني من هنا من موقع يلا كوره، يعني يسعدني ان يكون معي يعني الاستاذ هاني عز الدين، وبرحب بك ثاني. اهلا وسهلا بحضرتك، وبرحب استاذ اشرف واستاذ كريم معاهم. يعني اكيد محتاجين نعرف اطلاله سريعه حول اهم يعني اخبار الرياضه التي ستخرج خلال ساعات. هو كان اهم حاجه خلال الاسبوع الاخير ده، كان النهارده كان يفترض انيام صلاح احمد الشيخ لاعب النادي الاهلي امام لجنه التظلمات، بس لعدم اكتمال النصاب القانوني للجنه تم تاجيل الاستماع لاقواله اليوم الخميس. ونفس الوقت اللاعب احمد حجازي لاعب نادي فيورنتينا الايطالي اقترب من انضمام نادي ايبار الاسباني بحسب موقع كالشيو ميركاتو. و برضو الاسبوع ده شهد مشاركه محمد صلاح مع نادي روما في اول مباراه رسميه في الدوري الايطالي، والفريق ما اداش بالشكل المطلوب قوي، بس المدرب رودي جارسيا اكد ان صلاح والمهاجمين الجداد زي ايدن ديجيكو محتاجين وقت للانسجام مع الفريق، وأكد على ثقته في اللعب. بالنسبة للدوريات الأوروبية، الأسبوع ده شهد بداية الدوري الأسباني والدوري الإيطالي. كان في مفاجأة في الدوري الإيطالي، خسارة يوفنتوس من أودينيزي، وتعادل روما مع فيرونا المباراة اللي شارك فيها صلاح، وفريق فيورنتينا نجح إنه يكسب ميلان. إنتر ميلان برضه حقق فوز في أول ماتش ليه في البطولة. على مستوى الدوري الانجليزي، كان ابرز حاجه كان تالق بيدرو رودريجيز مع فريق تشيلسي. بيدرو نجح في انه يسجل هدف في اول مباراه ليه، ويصنع هدف ويصنع اكتر من كره خطيره. بيدرو هو احد ابناء اكاديميه برشلونه المدرب جوسيبي جوارديولا مدرب بايرن ميونخ، وهو يعني ساهم في اول فوز لمورينيو في البطوله الانجليزيه الموسم ده. الموسم برضو شهد الاسبوع ده قصدي شهد فوز مانشستر سيتي على ايفرتون في ملعبه،
والفوز ده هو الثالث على التوالي والتاسع للفريق بشكل متتالي، وده رقم قياسي لنادي مانشستر سيتي في الانتصارات المتتالية، رقم قياسي اللي هو حقه سنة 1912. وقدامه فرصة في المباراة الجاية في حالة فوزه على واتفورد انه يكسر رقم قياسي ويقترب من رقم قياسي اللي هو مسجل باسم نادي ارسنال 14 مباراة متتالية في عام 2002. يعني هي دي كانت اطلاله سريعه حول يعني نقول ضروره اخر الاخبار الرياضه العالميه، لكن عايزين نعيد تاني الاخبار الرياضه المحليه. تمام، زي ما قلت كان يفترض النهارده ان اللاعب احمد الشيخ كان هيمثل امام لجنه التظلمات، والمحامي هشام عبد ربه محامي اللاعب اوضح ان عدم اكتمال النصاب القانوني للجنه أدى لتأجيل السماع الأقل والمدة 3 أيام. بالنسبة كان امبارح كان هكتور كوبر أعلن عن قائمة المنتخب المصري لمباراة تشاد، ودي شهدت ضم 10 لعيبة من نادي الزمالك و8 من نادي الأهلي و7 محترفين، وكان أبرزهم يعني كان حمادة طلبة اللي هو الجهاز الفني أكد على ثقته في قدراته وإن هو بإمكانه إنه يلعب في أكتر من مركز. نفس الأمر كان في غياب عدد من اللعيبة زي مصطفى فتحي وأحمد فتحي، وده غيابهم تم تبريره بسبب الإصابة طبعا، وكان في غيابات زي عماد متعب وحسام غالي وعبد الله السعيد، والجهاز الفني أكد إن هو متابعهم وان هو يعني في امكانيه لضمهم خلال مباراه نيجيريا اللي هي تبقى في مارس 2016، طبعا مباراه تشاد في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر. وبعد كده كان ابرز حاجه كان تاهل الاهلي والزمالك للنصف النهائي. العفو. ودي كانت اطلاله سريعه زميلي اشرف، يعني قبل ما ارجع ليك لازم ابارك نادي الاهلي ونادي الزمالك على الفوز المستحق واقول لك الحمد لله على السلامه، والان عوده ليك زميلي اشرف. بشكرك زميلي المتميز سامح الفيومي، بشكر ناقدنا الرياضي بموقع يلا كوره هاني عز الدين، ويمكن دي كانت اطلاله من موقع يلا كوره. عايز بقى اخدك في حته مهمه جدا لمنتخب مصر، يعني انا بتمنى ان شاء الله انه جمهورنا الفتره اللي جايه يعني يبقى فيه التزام بشكل كبير، وانه نلفظ كل الجماهير المتعصبه او اللي بتخرج عن النص، لانه مهم جدا عودتهم الحقيقه للمباراه. اشرف قبل بس ما تخش على القصه دي، وانت بتقول بس دايما عايز الجماهير تبقى ملتزمه الفتره اللي جايه، عايزك كمان، انا اسف اني مش بنصحك، لا اتفضل انت حر، بس قول كمان انه ادارات الانديه لازم تلتزم، مهم جدا ان زي ما انت قلت المنظومه الاعلاميه لازم تلتزم. في النهايه احنا مش كل حاجه هنروح رايمين نقول يا جماعه الجماهير لازم تلتزم. الجماهير هم جزء من المنظومه، عندهم مشاكل عندهم مشاكل، ولكن احنا عندنا مشاكل في حته تانية كتير. الجزء الاكبر والاهم هو البدايه من المسؤولين. مظبوط. هو طبعا الوزاره في وزاره الشباب والرياضه اتحاد الكوره ومجالس ادارات الانديه هو اللي عليها الدور الاكبر الفتره اللي جايه ان شاء الله لعوده الجمهور. صحيح. ومتمنى ان شاء الله ان الامور تبقى الافضل الفتره اللي جايه. كريم عايز اخدك لمنتخب مصر شويه. شايف انه الانتقادات للاختيارات مستر كوبر صحيه ولا شايف انها ممكن تكون فيها خطا او انها ممكن يعني تحبط شويه الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ مع يعني انا شايف انه الجهاز الفني لمنتخب مصر هيتعب جدا الفتره اللي فاتت في اختيارات، واتفرج بشكل واسع جدا على كل اللاعبين في الدوري المصري ومتابعه المحترفين في الخارج. بص انا ضد فكره ان احنا دايما نقول يا جماعه ما حدش هينتقد قائمه المنتخب واحنا لازم نسيب الكوبري يشتغل لوحده. لا، اي قائمه منتخب بتطلع في العالم، انجلترا بتطلع قائمه المنتخب بتاعها بيحصل عليها انتقادات، البرازيل، ايطاليا، اي منتخب في العالم طبيعي الناس بتبقى شايفه لعيبه كويسه، وانت في النهايه بتختار هو القائمه 27 لعيب، في النهايه الناس عايزين 70 او 80 منهم 23 كمان للمباراه، عايز 70 او 80 لعيب عشان ابقى راضي واحس ان هو خد كل اللعيبه، فاكيد هو هياخد لعيبه مش كلنا هنبقى راضيين عنهم. وبالتالي مثلا انت عندك في لعيبه بارزت جدا الفتره اللي فاتت، واحد زي عبد الله سعيد فعلا كان بارز جدا، احمد فتحي رجع وهو لعيب عنصر مهم رغم ان هو لسه ما يعني حسام غالي كمان تالق، حسام غالي مهم جدا، مصطفى فتحي، محمد نجيب كمان تالق جدا الفتره اللي فاتت مع الاهلي. وبالتالي انت عندك اسماء في المقابل، هتلاقي مثلا ناس ما بتلعبش زي احمد حجازي، رامي ربيعه، صالح جمعه، حتى عمرو جمال، كل الناس دي موجوده في المنتخب. بس المبرر بتاع كوبر وجهازه الفني انه قال لك انا
او حسب فلسفتهم. يعني انا رايح لماتش صعب في درجه حراره مرتفعه في ملعب بنجيله صناعي، فانا هيبقى في لعيبه عندي مرهقه من المباريات الكتير، بس دي هبقى محتاج منها عناصر خبره، وفي لعيبه تانية اللي هي عندها حاله بدنيه مش صعبه، ما تعبوش الفتره اللي فاتت يعني وقاعدين في ممكن استخدمهم في اعزائي عمر جماعيه زي محمود تريزيجيه، زي الناس اللي ما بتلعبش ممكن استخدمهم في العز. دي فلسفته. وفي مدرب تاني يقول لك لا انا عايز اللاعب اللي رجله في الملعب، اللي ما ينفعش اخد لاعب رجله مش في الملعب. بس صعوبه المباراه هناك في الاجواء اللي فيها هي ممكن تكون هي اللي خلته يفكر بالطريقه دي. انا لما سالت كابتن اسامه نبيه وعلى الناس اللي احنا قلنا اسمائهم، حسام غالي وعبد الله السعيد ومحمد نهيب والناس دي، مصطفى فتحي ومصطفى فتحي واحمد فتحي، مصطفى فتحي واحمد فتحي لسه راجعين من الاصابه برده، فهم ممكن تكون هي دي المشكله بتاعت الجهاز الفني، فامورهم اسهل شويه من عبد الله السعيد وحسام غالي ومحمد نهيب. قال لي انه الناس دي من القوام الاساسي للمنتخب وهيبقوا موجودين في الغالب في الفترات الجايه، ممكن حتى في ماتش نيجيريا اللي بعد ماتش تشاد. ولكن هي لظروف المباراه زي ما انت لو تلاحظ حتى في القايمه معظم القايمه لعيبه اهلي زمالك سموحه وبعض وبعض من المحترفين او بعض من المحترفين وخلاص، حتى مش تلاقي حد من اسمه، مش تلاقي حد من الفرق الثانيه. هو لسه ما شافش كل الفرق، لسه ما فيش دوري، لسه هو بياخد الناس اللي بتلعب في افريقيا ورجليها في الملعب شويه، هو ده اللي اختار منهم حتى الاحتياطي بتاع الناس اللي موجوده في الاهلي والزمالك وسموحه خدهم برضو. يعني انا متضامن معاك تماما وبتفق معاك تماما في ده، ولكن الاتهامات اللي بتنول الجهاز الفني زي كابتن اسامه نبيه كابتن احمد ناجي في انتماءاتهم للانديه ممكن برضو دي تعمل احباط شديد لكابتن اسامه لكابتن احمد ناجي، انه بعض الاختيارات توسعت في نادي الزمالك شويه، انه بقى في مجموعه كبيره من الزمالك منضمه، ولكن انا شايف ان ده امر طبيعي. يعني شوف انت كنت بتلعب كوره من امتى، وشوف انت حتى بتتفرج على كوره من امتى، هتلاقي نفسك من اول ما ابتديت تتفرج على كوره وانت عندك 5-6 سنين هتلاقي نفس الكلام اللي بيتقال في الجرايد. اصل ده المدرب زملكاوي واصل ده مدرب اهلاوي، وزمان لو تفتكر لما كنا بنجيب فاروق جعفر فنجيب معاه الخطيب عشان يبقوا في الجهاز الفني، لو جبت انت مثلا مدير فني زملكاوي فلازم تجيب المساعد بتاعه يبقى اهلاوي. فاحنا انت اصلا في نفس اللفه دي مش هنخلص منها. يعني كل الناس بتتعامل مع منتخب مصر على اساس ان هو اهلي وزمالك. خد بالك ممكن ده ما يحصلش في اوروبا كتير. ليه؟ عشان في اوروبا ما فيش اهلي وزمالك بس، يعني ممكن مثلا مدرب انجلترا كان بيدرب كريستال بالاس ما كانش بيدرب مثلا تشيلسي وارسنال ومانشستر يونايتد فرق كبير، فممكن ما يحصلش القصه قوي دي مع المدرب. ولكن انت في مصر هنا المساعدين لازم في الغالب بيبقوا اهلي زمالك، يعني فدايما تقول ايه ده اختار اهلي ده اختار زمالك، دي اللي بتعمل الازمه. بالظبط. وبالمناسبه حارس مرمى المنتخب الاساسي الفتره الاخيره احمد الشناوي ومدرب حراس المرمى اهلاوي اللي هو احمد نجي، فالكلام ده مش منطقي. طيب اخدك لسموحه، وشايف يعني للاسف الشديد هم خرجوا خلاص من البطوله، ولكن مشوارهم كان صعب جدا في البطوله، واعتقد ان وصلوا له انجاز. يعني سموحه دي تجربه اولى لي، مجرد ان هم يوصلوا لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا في اول موسم يلعبوا فيه في البطوله، فانا اظن ده انجاز كويس جدا ويحسب ليهم. حصل مشاكل كتيره في تغيير مدربين، كابتن محمد يوسف جه في وسط الدوره المجمعه او دوري المجموعات، اللعيبه اتغيرت كتير، لعيبه مشيت ولعيبه جت، كل دوت حصل مع كمان ما فيش خبره افريقيه كويسه بالنسبه لسموحه. دي كانت النتيجه الطبيعيه، انا اظن افضل انجاز ليهم الفوز كان على المغرب التطواني في المباراه الاولى، وانا اظن انه ده كان اقصى طموح لسموحه، ما اظنش انهم كان عندهم حتى طموح ان هم يصعدوا الابعد من ذلك يعني. طيب عايز اتكلم معاك في قصه الاحتقان اللي موجوده، وارجع لها بقى فكره المصالحه شويه بين مجلس اداره الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك، وشايف مين ممكن يحل هذه المشكله. يعني انا عايز اوصل الحقيقه، انا بقعد افكر كتير في الموضوع ده، مش لاقي ممكن نوصل لفيه. يعني مش ممكن يكون في مشكله في الرياضه المصريه او في ازمه بين مجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك، او نادي الزمالك والنادي الاهلي عشان الناس ما تزعلش، ان ممكن نصل لرئيس الجمهوريه او سيد رئيس الجمهوريه مثلا، نصل نتكلم معاه في مشكله رياضيه. يعني قبل ما نصل لرئيس الجمهوريه نشتكي، ده معناه ان احنا الاول لازم نمشي وزير الرياضه ورئيس الوزراء عشان دول ما يقدروش يعملوا حاجه. يبقى احنا بنتكلم في فشل، يعني احنا كده دول فشلوا، فبالتالي احنا نطلع رئيس الجمهوريه. فانا ضد فكره ان كل مشكله يروح طالعين محتاجين يتدخلوا، بس يعني لا انا نصل لهدوء شويه. انا عارف، بس هم اتدخلوا، ده معناه ان الوزير فشل انه يخلص الموضوع دوت، وبالتالي هو وزير لم ينجح. فنشوف يعني نشوف هو بيحاول الحقيقه، ولكن فشل خلاص. لو فشل خلاص انا هرجع بس اقول لك قصه التعصب وازاي ممكن نخلي الاهلي والزمالك يحصل فيهم. في رئيس نادي زمالك هو راجل طول الوقت بيطلع يسب كل الناس، بيشتم كل الناس، بيعمل مشاكل مع كل الناس، عامل مشاكل مع جماهيره، عامل مشاكل مع إدارة ناديه، عامل مشاكل مع إدارات الأندية الأخرى، عامل مشاكل مع اتحاد الكورة، عامل مشاكل مع الإعلاميين، عامل مشاكل مع كل الناس. أنت بتتكلم في حاجة واحدة، لو بعدت كل الأمور دي هتتحسن. هل أنت بتشوف مشكلة الأهلي والزمالك في فترات ماضية زي اللي بيحصل دلوقتي؟ لا.
يعني ده ما حصل، ما شفناهوش بشكل فج وصريح زي اللي ما بيحصل دلوقتي. اذا انت عندك طرف عنده مشكله كبيره، هنيجي عند الطرف الثاني عشان ما نقولش احنا ماسكين طرف ثاني، نيجي عند طرف رئيس النادي الاهلي. رئيس النادي الاهلي فاتت فتره كبيره جدا بيحاول يعني مثلا رئيس النادي الاهلي في رايي راجل اتشتم بوالدته على احد القنوات لم يقاضي من شتمه، وبالتالي فضل سايب الموضوع ليه حقوق طبعا رياضيه اخرى و ساب كل الحقوق الرياضيه وساب كل الحقوق الشخصيه، وجاي دلوقتي يقول لا يا جماعه انا عندي مشكله كبيره وانا هنسحب من النشاط الرياضي. انت اللي سبت المساحه كبيره جدا ان الاهلي ما ياخدش وضعه ومكانته في الكره المصريه زي ما الزمالك المفروض ياخد وضعه ومكانته في الكره المصريه. فالاحتكام فين هنا؟ ما فيش حكمه في عند النادي الاهلي، في اداره النادي الاهلي، وفي المقابل في حاله من او اسميها ايه، التعسف والغطرفه والعصبيه وكل المشاكل من ناحيه اداره نادي الزمالك او بشخص مرتضى منصور. ده اللي المفروض الدوله تحط ايديها عليه. انت بتتكلم في اشخاص ولا ما بتتكلمش فيه؟ ما بتتكلمش في مجلس اداره يمين ومجلس اداره شمال، بتتكلم في اشخاص. ده وده، لو حلينا المشكله بتاعت الشخصين خلاص الموضوع انتهى. فوقيهم اتحاد الكوره، اتحاد فاشل تماما في اداره اللعبه، وبالتالي هو الجزء الرئيسي في الاحتقان اللي بيحصل بين رئيس الناديين والانديه كلها. اتحاد بيتعامل بالاهواء الشخصيه، ممكن تلاقي النهارده رئيس شؤون لاعبين ما بيعجبش فلان فنجيب رئيس شؤون لاعبين تاني، رئيس اتحاد الكوره بيروح ياخد اذن من شخص من بره عشان ياخد قرارات. فبتتكلم في اتحاد كوره مش مسؤول. لو اتحاد كوره مسؤول، عندك مثلا قصه احمد الشيخ، في اتنين غلطوا، اللعيب والنادي. اللعيب يتعاقب والنادي يتعاقب لو انت اللعيب فعلا يستحق العقوبه، والمناسبه اللعيب ما يستحقش العقوبه، احنا اتكلمنا في القصه دي كتير عشان ما نكررهاش. بس انت في جزء مهم جدا ان النادي مضى مع لعيب مرتبط لسه بتعاقد مع لعيب، وانت ما جبتش سيره النادي دوت وما قلتش انت هتعاقبه ولا هتعمل مشكله. في مشاكل كتيره جدا في اللوائح عندنا، ونتمنى لو في لو في لو في التزام من يعني لو بتتكلم هل الكلام ده ممكن يحصل في ريال مدريد او في برشلونه او في اسبانيا؟ لو في اتحاد كوره قوي جدا يقدر يفرض قراراته على الانديه ما كانش هيحصل اللي احنا شايفينه دوت. كريم، يعني قبل ما اختم معاك عايز اخد رايك في صلاح، محمد صلاح طبعا نجمنا في روما، وشايف انه ممكن الفتره الجايه تالق مع روما زي ما تالق مع فيرنتينا في الدوري الايطالي. بص، محمد صلاح يمكن في المباراه الاولى ما قدمش مستوى مبهر، ولكن قبل ان هي المباراه الاولى الرسميه مع روما هيواجهوا شويه صعوبات. ايه هي الصعوبات؟ ان روما مختلف عن فيورنتينا، ان روما بيهاجم كتير، وبالتالي الفرق اللي بتلعب قدامه بتلعب بدفاع قوي جدا، فممكن يتعب شويه. فيورنتينا كان فريق الفرق المنافسه ما كانتش بتدافع قدامه كتير، يعني كان هم اللي بيهاجموا، وبالتالي كان عنده مساحات، كان عنده مساحات. محمد صلاح مع روما مش هيبقى عنده المساحات دي قوي، بجانب ان الخطه اللي لعب بيها مدرب روما المباراه اللي فاتت كانت خطه مش هي اللي كان بيلعب بيها صلاح مع فيورنتينا. كل ده امور هتتظبط، بس انا اظن ان صلاح محتاج وقت شويه، محتاج وقت شوي. واظن انه هيكمل في ايطاليا بشكل كويس. اظن كريم رمزي مدير تحرير يلا كوره، يعني اعتقد استمتعت معاه بشكل كبير جدا النهارده، اتكلمنا في كل حاجه موجوده على الساحه الرياضيه. انا بشكرك جدا، انا سعيد جدا دايما بوجودك معايا، وانا سعيد جدا وسعيد ان انت اديتني المساحه ان انا اتكلم في القصه دي. دايما عارف انت لما تيجي تتكلم في اي امور ليها علاقه بالرياضه المصريه تلاقي حد بيقطعك، فانا سعيد بيك ان انت سبت لي المساحه كامله. بشكرك كريم رمزي طبعا مدير تحرير يلا كوره، وبتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده، واستنونا بكره في صحافه النهار 5:30. بشكر في النهايه مخرجتنا الجميله ساره سليت، بشكر نوع عباس، شيرين شوقي، مصطفى عادل، مصطفى نوير، ورئيس تحرير اسلام صادق. بشكركم، استنونا بكره ان شاء الله 5:30.